صباح النور البنات، كي صبحتوا بخير. اليوم غنبدا لكم من الفطور. من الفطور صباح النور لولو. صباح النور لولو. انا قدرت نعيمة البنات كيسولوا عليا، انا غنصور لكم اليوم. غنصور ضروري ضروري والله يكون معك اختي، الله يوقف معك. نعيمة صباح الورد. صباح الخير. كي صبحتي بخير؟ عيشة صباح الخير. كي دايرة؟ لاباس الحمد لله. كي صبحتي؟ لاباس عليكم. حطيتي شي فيديو؟ كنعزف مسكينة في الفطور. حطيتي شي فيديو عيشة ولا باقي؟ بقى اليوم ان شاء الله ندير لهم شي فيديو ان شاء الله. تسمعوا البنات، عالم عيشو مسكينة الله يسهل. التليفون 06 49 03 38 26. كاينه في كازا انت؟ في كازا. هي كازا، مرحبا بكم. الله يسلمك. تخدم غير من دارها البنات. اللي بغات تاخذ شي حويجات ديال العيش ان شاء الله راه تيوصلوا في الارسال. حنا غنوصلوا وغنجلسوا سيمانه عاد يوصلونا في السلعه. يا كي السلعه في الشحن عاد تبقى شي اسبوعين. اسبوعين من جمعه لجمعه. اي بالنسبه للسوينا درت لهم شهر و10 ايام. شهر و10 ايام درت جو بحري. ولكن دابا حنايا الى لحقنا اليوم، الى لحقنا راه غادي نشحنوا اليوم، غيوصلوا يوم الجمعه. ما لحقناش غيبقاو ما يتشحنوا حتى الجمعه. حتى الجمعه الجمعه كنحاول. بالنسبه لواحد المتتبعه قالت لي منى على الشحن، سمحي لي اختي راني تندخل حتى الليل ما تنقدرش نجاوب، حتى نرجع عاد نجاوبكم كاملين. بالنسبه للشحن، الشحن لا تتحطوا الجمعه، الجمعه قبل ربعة العشيه، قبل ربعة تتحطوا الجمعه. الجمعه تيوصلوا الجمعه الاخرى تيصيفطوا لكم، تديري كود عند دانيش. هذاك الكود ديالك فيما تتشري شي حوايج تتقيدي لهم الكود ديالك، تتقول لهم صيفطهم لهذا الكود، هما راه تيصيفطهم لك نيشان لشركه دانيش. لذاك الكود، هذاك الكود فيه يا اما كود جوي يا اما كود بحري. يا اما تصيفطيهم بالجوي 135 درهم الكيلو، ياك فيها كل شيء ما تتعرفي حتى حاجه. يا اما بحري 90 درهم الكيلو، تيوصلوا على شهر و20 يوم. ياك انت يا نعيمه اللي درتي بحري داك النهار؟ شهر و20 يوم. طلوت تصحابو بعد ما ترك الناس. انا كنستقر شهرين. شهرين حيت كنغامروا بالله. داكشي واخا غالي تنجيبو كلنا في سميتو في الطياره ان شاء الله. مهم بالنسبه للشركه ديال دانيش، راه كنت صورتها لكم. رجعوا للفيديوهات القدام البنات اللي يلاه دخلوا معنا، رجعوا للفيديو القدام تلقاو شركه دانيش فين كاينه. راه كاينه في لاليلي هالبلاصه هذه، راني وريت كل شيء عليها. جيت مع السي محمد ديك النوبه، والله يفرحكم يا ربي. شحال دابا في الساعه نعيمه؟ دابا الصوت ديال الصباح خمسة ونص المغرب. تبارك الله. دابا راه حنا ساعتين. مهم حنايا راه تنفيقوا دابا مع 4:30. يلاه الحداقه. والله يفرحكم يا ربي. المهم عاد تشوفوا معنا اليوم الاسواق. ماشي الاسواق، حنايا تنمشيو غير لصحاب الجمله. البنات اللي باغيين ياخذوا غير ليهم، راني ديجا لي فيديو القدام كنت تنبين الاسواق. الاسواق راه فيهم دي مقفلين، راه هما ملي كنت تناخذ الصويبطات ديالي ولي زيسبا العالي اللي تتسولوني عليهم. وبالنسبه للبلايص ديال الجمله راني وريتكم، راه من تنقول لكم البارح فين مشينا. عثمان بيك صافو ديال انني كنهبطوا في مشينا في الميترو. انا راه مصوره لهم واحد الفيديو دايره لهم منين يمشيو بالضبط ويدخلوا عند لبنان. ولكن انتم راه داك الشيء ساهل، الميترو تتقراو عثمان بيك تتهبطوا فيها وطلعوا من المترو، راه هذاك هو الزنقه كلها ديال عثمان بيك. راه ماشي بالضروره انني نعطيكم رقم المحل وبالضبط وبالضبط، كلهم راه كل واحد تناخذوها من عنده عبايه، هذا عنده وحده، هذا عنده الثانيه، هذا عنده زواقه زوينه وانتم غاديين. وبالنسبه للمحل راني تنصور لكم السميه اوتوماتيك، معطيو السميه تما راه تيوريهم لكم. ها الزنقه راه باينه، سيروا لعثمان بيك وقلبوا. يمشيو غير على رجليهم ويبقاو يقلبوا راه غيطلع. صافي هذه خلاتها لبنى، قالت لكم ها على رجليكم وقلبوا عاد اكتشفوا. ولالا مليكه، لالا نعيمه. مليكة وناعمة تيختلفوا لي. مليكة مسكينة راه ما عرفتي جاتو هي الضر، هاد الضر تهلكات. مليكة كي بقيتي؟ الله يشافيك يا رب، الله يعافيك، والله يوقف معك يا رب. عيانة عيانة مالا عيانة مهلوكة. والبنات هاي اللي تيسولوا لك الله يعطي صحيحته يا رب. اللي كيبقاو يحطوا لي كومونتير ويقولوا انتم كضحكوا، انتم مشيتوا الناس كتموت وشي. راه حنا مضحكين على بينا، راه ماشي جينا غا جايين كنضحكوا ولا كنساراو، راه حنا كنشوفوا حالتنا كيفاش كنبكيو وكيفاش ما كنبينوش لكم داك الشيء. ما كنبغيش نبارطاجيو معكم الطاقه السلبيه، كنعطيوكم غير الطاقه الايجابيه. ما
راه الله لي عالم بينا بنادم واحد ضحك واحد الساعه في واحد الفيديو ولا هكا خرجت راه ماشي انا فقصوني صراحه شي وحده لا حول ولا قوه الا بالله الله يهدي ما خلق وصافي بزاف ديال التعاليق احترموا دوك الناس راه الناس راه طالقين هنايا الموسيقى وجالسين رمع على بالهم حتى شي حاجه الله يرحم اللي مات والله يكون معاهم والله يشافي كل واحد يا رب العالمين والله يحد الباس يا ربي ولكن هذا الشيء راه طاري في الجنوب هنايا راه بلاصه اخرى الجملة حالة والشحن حال وأسواق حالين والمولات حالين وسميتو والأغاني مطلوقة دايرين حداد اه سدي الأغاني في شي بلايص ولكن راه سالة الحداد راه دابا سالة وحنايا راه ماشي تنضحكوا راه ربي اللي علم بنا حنا تنبغيو نبينوا لكم الطاقة الإيجابية لأننا عدينا من الناس شكاوي 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 صافي كل واحد وعنده الهم ديالو الله يعطينا على قد نيتنا والله يكون معنا بالعكس هذه راه مرة مغربية خاصكم تفتخروا بها راه جينا لهذه بقيتها هذه وغامرنا بنفوسنا وغامرنا راه تنهضر مع ولدي وتيدير لي بقات هذه جوجه منى بقات ثلاثه بقات اربعه ربي اللي عان بيا كيفاش تنحس لبنى راه هي عندها وليداتها وباقين غير صغار وتعيطوا عليها عيشه راه عندها 3 شهور بنيتها 3 شهور وعشر ايام 3 شهور وعشر ايام الله يصح لكم وليداتكم وجينا ربي اللي عالم ربي اللي عالم ربي اللي عالم بينا صح راه كل هاد يومين راه دوزناها زعما صراحه ما بغيناش نبينوا لكم ما عرفتي شنو طرا راه باش تهز الوحده فينا 3 المليون راه ماشي سهله 3200 دولار 3200 دولار اللي تكرمنا فيها وبكينا كاملين علمنا كاملين حيت حنايا جايين كلنا فرحانين اننا نتقداو مين تتمشي للفلوس ديالك وتتلقى حنا هزينا النص خرجنا به والنص لقيناه ما كاينش مع تيرا كلنا مرضنا كلنا تأزمنا كلنا تفقصنا ولكن الله غالب هنايا هاد البلاد هادي الا مشيتي للبوليس ما كاين حتى حاجه عاد تخسري فلوسك عقلتي مشينا جيبي مترجم غنخسروا فيه واحد 1000 درهم ديالنا جيبي هذه واحد التعامل ديال سميتو تكوني معصبه تخرجي شي حاجه ماشي هي هذيك يديروا معك شي حاجه ماشي هي هذيك اللهم صافي تتبقي تقولي الخليفه على الله تحتس بها لله وهي تتحتس بها لله راه مشينا عند لوطيل وكلشي مسوقين مسوقين هابطه كنبكي كنا كنتباكاو وكان هذا كيقول لك ولكن ما شاء الله المغرب زوينه مالك تمشي عند البوليس ما عندهم ما غيديروا لك الخليفه على الله بكينا ودرنا ولكن اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها المغرب زوين وما كاينش بحال بلادنا والحمد لله على بلادنا لانها زوينه بلاد الحق بلاد القانون يحضر لك كل شيء ماشي بحال هنايا لا علاقه حنا حقوعين بزاف هنايا اكرام اكرام كيتشوفوا فيه شوف الناقصه ايوا لا اله الا الله ربي اللي عالم بينا راه جينا نتباكاو ما نسكتوش ولكن دابا هذا الصباح تنديروا بحال هكا وتنوضوا وتنمشيو نخدموا على وليداتنا حيت ما عندنا كتف هذه دائما تنقولها لكم عندنا ربي سبحانه وتعالى كل وحده فينا هنايا عندها قصتها وعلم بها غير ربي سبحانه وتعالى وكل لقات شي واحد في جنبها ولا شي راجل اللي جلسها في الدار ويخدم عليها ما كرهناش انا بغيت غير ناكل ما بقيتش انا باغا والو في الدنيا بغيت نقري داك الوليد وبغيت ناكل وبغيت نخدم ولكن ما لقيتش اللهم لك الحمد والحمد لله وهذا الشيء هذه عطيت الله هذا الشيء اللي كتب علينا ربي خاصنا نوضوا خاصنا نخدموا خاصنا نقوروها بالحلال الله يرحم لكم الوالدين مالي لي كومونتير تسدوا ما تفرجوش وخليونا راه حنا ربي اللي علم لينا شي البنات هذوك الكومونتير اللي كتكتبوا راه زعما ماشي في حق هاد حق منى صراحه منى راه طيبه وقلبها زوين هذاك الكومونتير اللي كتكتبوا لنا راه ماشي ديالها صراحه كنت علمو بانسان ربي اللي عالم ماشي ما بغيتش صراحه ماشي كلشي غير البنات اللي زوينين والله ما غاد واحد الانسان والله اللي عالم بيه واحد الانسان كيقول لك خرجه تضلك والله اللي عالم بينا البنات احنا ما نقول لكم شوفوا انا وجهي كي داير شوفوا حياتي كي دايره ويدينا يدينا كلهم مشتقين رهنا ما بين السمعان نبلو لان كل دايره القطن وحق الله ونوريكم حيت راه كاينش الثلج راه درجه الحراره الناس اللي على برا الله يكون معاكم الناس الجاليه الله يكون معاكم ما عرفتي الناس ديال الجاليه مساكن وحق الله الله يكون معاكم والله يكون من جهتكم مساكن ايوا واحد البرد راه تحت
سميتو تتولي ناقص شي حاجه. ايوا لا اله الا الله، والله يفرحكم والناس زوينين، الله يرحم لكم الوالدين، الله يخليكم لينا، الله يرحمكم لينا يا ربي امين. والكلمه الطيبه كما صدقه حنا تنفهم بلي غادي نقول العار، نقول الكلمه الطيبه كتعطينا واحد الحافز وكتعطينا سوء النيه. علاش سوء النيه؟ راه لا سئتي النيه ربي تيجيب لك اللي سوء فيك. علاش انا دائما بنات الخير الله يحفظكم الله يرحم لكم، عندنا واحد الملك تيقول لك ولك بالمثل ولك بالمثل. والله يفرحكم بنات الخير، الله يرحم لكم الوالدين. راه حنايا مضرورين، راه حنا تشفرنا وحنايا مكمدينها وسقلنا وشدينا داك الشيء الباقي ديال ما قديناش نعاودوهم، الحمد لله على كل حال. اللهم انتوا لله، اللهم انا نسالك الرضا والقضاء، اللهم نسالك اللطف والطفاء فيه. الحمد لله اللهم اجرنا في مصيبتي وهي مسكينه مريضه والله العظيم. حيت البرد لقينا البرد بزاف، البرد بزاف ماشي وقيته ديال المجيال، البرد بزاف لواحد الدرجه ما تتصورش. معتي هنايا دايره على الكريم لان صافي الجريحه فمنا الجريحه داك سميتو الغلال غلال 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 لواحد الدرجه ما تتصورش، لانه فتره دابا ديال الزلزال وداك الشيء. حنا جينا حيت ما عندناش ما نبيعو، وتنجيبو السلعه من المغرب، تنجيبو السلعه راه النص ديال السلعه من المغرب. راه حنايا ما تنضروا لا اقتصاد لا والو، فين بانوا قدام الاقتصاد راه والو. حنايا جايبين السلعه من المغرب، تنجيبو شي شويه من هنايا وتنخلطو باش تتبان داكشي زويون، وتنقولوها هذه راه ديال المغرب وهذه ديال تركيا وهذه ديال هذه، راه تنقولوها حنايا الحمد لله. اي والله يدير لنا اللي فيه الخير. الفيديوهات القدامى بنات الخير هما فيهم دانيش، فيهم كلشي ما نعاودهمش، وفيهم الاسواق اللي بغى يتقدم زعما بشويه بشويه. هذه اليومات هذه تنعطيكم على المصانع، على البلايص الواعره. اليوم عندكم لواحد البلاصه واعره ديال القنادر ان شاء الله، والله يفرحكم الناس الزينين، الناس الفنين، بنات الخير اللي تنقول عليكم بنات الخير. الله يرحم لكم الوالدين، الله يفرحكم. حنايا نايضين هذا الصباح، ما بغيتش نبكي وما بغيتش نبقى نشكاو بزاف، حتى ان شاء الله نرجعوا نقول لكم شنو طرا. الله يرحم لكم الوالدين والله يخليكم، الله يكتب علينا مكاتب الخير ونرجعوا لوليداتنا على خير. بغينا نترزقوا بالحلال، والله يوقف معاك يا لبنى، الله يسهل عليك الدنيا واخره انت وكاع البنات. نعيم الله يسهل عليك ان شاء الله. ملكه الفن، لاله ملكه، تنبغيك اختي تنبغيك، ملكه الفن، ملكه غزاله، المراه بعقلها مرزنا الحمد لله، وراتنا في التوابات، وراتنا في كل شيء، وتبارك الله على لبنى ذوق رائع وراقي، والله يسهل على كاع البنات يا رب. القنيطرات اللي موجودين لكم رمضان ان شاء الله وشوفوا لي، مهم هنوجدوهم انصيفطوهم ان شاء الله، يمكن هادو في الباخره ولا نصيفطوهم بحال هكا جوي، مهم على ما اظن بحري، باش يلاه يتقاموا علينا شويه شويه رخاص، ما يتقاموش علينا غاليين. وتنتمنى مهم حنايا نشوفوا مع تيسير مولانا نحسبوا ليها ونشوفوا. كان قبل راه خاصنا نصيفطوهم جوي، كان خاصنا نتسناو حيت 10 شهر و20 يوم، عاد يمكن يوصلونا الا صيفطناهم بحري. ومن هنا حتى الجمعه الجايه عاد نحطوا، راه تيحطوا كل جمعه. ايوا فيها خير، مهم شوفوا لي، شوفوا لي على قنيطرات وهداك الشيء راه غزال. انتم هاد البلاصه هادي راه فيها داك الشيء فن تبارك الله. شوفوا شوفوا على قنيطرات كيف دايرين، هما فنين بزاف، شي حاجه غزاله ما شاء الله فنين. المهم حنا ناخذوا لكم، بغيت هذا الموديل هذا، المهم عجبني بزاف هذاك الكحل ما شاء الله. انتم ما شاء الله موديلات فنين بزاف، موديلات زوينين زوينين ديال القنيطرات هكذا ديال الدار ديال الضياف، في سميتو في العواشر دابا. وحنايا نطلعوا نشوفوا البنات شنو داروا، راه تيحسبوا السلعه الفوق. والله يسخر ليهم يا ربي، ما شاء الله كل شيء تيحسب دابا سلحتو. هما طلعوا هما للستوك الفوق باش يجمعوها باش تنصيفطوها بحال هكا في هاد الشيء، والو عاد تنخلصوا عليها. شوفوا ما شاء الله فنين زويونين بزاف، انا عجبتني هادي، عاوتاني هاد القري، هادي فنه، هاد القري غزاء واعر الموديل. البلو ماغين ما شاء الله كلهم زوينين، كلهم زوينين. عيشه عيتي مسكينه، والله كنجرب هنا كنجرب في رجلي والله. يا اختي عينه، هاد البلايص فيهم العقابي باش توصلي ليهم مشكله. وهانتوما شوفوا ما شاء الله مصانع كبيره هادو ديال هادشي. البارح وريتكم البلايص ديال الجمله ديال العبايات وديال الشيلان، واليوم انا وريتكم هذوك السميات، راه حتى هما اللي تنقولوهم، تنقولوا بحال هكا زيتون بورنو ولا هذاك
البلايص اللي تنمشيو لهم تنشوفوا في المترو ولا في الطرام وتنقراو العلامات حتى تنوصلوا ليه وتنطلعوا نبقاو نقلبوا على ريوسنا حتى كل واحد شنو تتلقاي من عنده. هذا راه تلفنا عليه ما عرفتي راه ما جينا دابا حتى شي ساعتين وحنايا غاديين جايين عاد لقيناه. مهم فن تبارك الله. اي والله يسخر يا ربي. شوفوا البنات الميسه كبيره ما عرفتي راه فن في المحل زوين بزاف. يدخلنا هنايا باش ناخذوا لي جوكينغ ان شاء الله. كاينه معنا واحد بنات كازا غزالات الله يسهل عليهم يا ربي. كريمه وشكون؟ امينه. شكون هي اللي تتفرج فيا شنو سميتها؟ الله يعطيك الخير الله يسهل عليك. اختك اللي قلتي عزيزه عليها انا صاحبتي. تحيه لسناء صديقه امينه اللي في كازا الله يسهل عليكم يا ربي. هاد الناس راه ظريفين وغزالين. قلت لها ويلي هادي منى؟ قلت لها ايوا الله يسهل يا ربي الله يدير لينا اللي فيه الخير. المهم شوفوا بنات الخير ها حنايا دابا في واحد المكازا ديال لي جوكينغ. انا نوريكم شنو جايبه ليكم نعيمه وانا والبنات ان شاء الله جديده راه باقي ما خداتش. المهم خدات غير نعيمه ومليكه وانا. انا نوريكم لي جوكينغ وداكشي زوين. البنات شوفوا معايا هذا هو الشيء اللي خدات. انا نقلب لكم الكاميرا وتشوفوا. مليكه خديتي هذا الموديل هذاك؟ انتما هي مليكه راه تتبيغي فيه مع الله يسخر البرودات البرودات. وشوفوا البنات عافاكم كبارين العيالات اي جوكينغ كبار طوال طالبين ليا طوال كاتبين. وشوفي واش هادو خديتيهم هاد لي بوني بحال هكا اللي دايره انا؟ ما خديتهمش غناخذهم ان شاء الله ان شاء الله. المهم هاد لي بوني اللي بغى هاد لي بوني فيهم داك. المهم انا وصاتني ديلما والوالده ديالي تيكون فيهم سنيسله وداكشي قلت ليها ناخذوهم ومين درتهم عجبوني. دابا هانتوما شوفوا شكيل جا زوين. اي والله يسخر يا ربي. المهم انا غادي نوريكم دابا كلشي اللي خداو البنات والله يدير اللي فيه الخير. القندورات راه حنايا خدينا ان شاء الله منهم والموت البرد راه معناتي انا لبست غير تريكو بحال هكذا ولكن راه الموت ديال البرد. مليكه خدات لكم هذا الموديل. مهم تبارك الله كاينين موديلات بزاف ديال لي سيرفيت. خدات لكم داكشي الطويل. خديت لكم واحد الموديل انا زوين انا غادي نوريه لكم وراه هذا الشيء راه شويه داير الثمن. مهم هذا الاورانج هذا الفاقع ما عرفتش واش غناخذو ولا لا. هذاك عجبني وعجبني هذا هانتوما شوفوا معايا هذا الباج عجبني بزاف زوين. هاد الباج زوين ناخذوه حتى هو ان شاء الله والله يسخر. المهم هاد البلاصه هادي كلها بحال هكذا كلها ديال هادو ديال البغودي انا غناخذهم ليكم ياك واخا شي شويه طالعين في الثمن. راه انتم هنايا 280 وعاد الشحن ما عرفتش كي غيكونوا. اي والله يسهل يا ربي الله يدير فيهم الخير والله يسهل يا رب. المهم كاين شي حويجات اللي قلبتو تلقاهم زويونين. كاين شي حويجات فني عيش الفنة انتم هنايا زويونين. كاينين هادوك لي جوكينغ اللي ليها فنين هذاك زوين. شوفوا ما شاء الله هذا الموديل حتى هو عجبني. هادو اللي فيهم الصايات ما عجبونيش. المهم حنايا تنقلبوا البنات انتم شوفوا هادوك تبارك الله زوينين عجبوني انا هادو ما بغاتهمش مليكه. هانتوما خدينا هاد الموديل هذا وهذا انا عجبني بزاف. قلت لك مليكه لا فيه لي بوش فلون وهذا فلون. المهم هاي اما تي اونبالي ولينا السلعه ديال مليكه هي الاولى وعاد ان شاء الله السلعه ديال نعيمه وكيتصيفط. المهم خدينا شويه شويه وما بغيناش زعما بغينا نصيفطوهم نيشان باش ما نتعطلوش يوصلونا زعما مع اسواق السلام قنيطره ومع المعرض اللي دايرين ان شاء الله يا ربي يوصلوا مع المعرض ديال اسواق السلام قنيطره وتنتمنوا يوصلوا مع المعرض ديال كازا يا ربي الله يسهل الامور. المهم شوفوا تبارك الله الناس ياخذوا ما شاء الله. اي والله يجيب تيسي الله يسهل الامور والله يجيب. شوفوا دخلنا لهذا المحل هذا ها هو محل اخر ها هو مارتر. هذه البلاصه هذه اللي تنوريكم دابا سميتها مارتر وعجبوني الصايت. انا غنجيب لكم الصايت غنجيب لكم النوار غنجيب لكم بحال 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 سكاي هما سميتو ديالهم زوينين بزاف. شحال قال لك؟ 13 فنين بزاف 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 زوينين زوينين هما فنين بزاف. 13 دولار 500 دولار اخر شيء داروا الفاتوره. اوكي ماشي مشكل
شوفوا فنين فنين. دابا ما يديروا لك البنات الفاتوره باش ديها للشركه الشرح تتشري من عندهم 5000 درهم عادي يقدروا يديروا لك 500 دولار. المهم شحال شحال زوينين زوينين هنايا البونطالون. المهم انا هادو اللي جيب انا نجيبهم لكم لانني عجبوني. معتي واحد السيده لابسه بانت لي قبيله هنايا لابسه بحال هكذا لا جيب ياك ودايره معها بودي وفيست دوك الفيست ديال البلازير وعلى البيسه ما شاء الله فنين. المهم انا ناخذ البيج انا ناخذ النوار الخضر ما عرفتش واش ناخذ عجباتني. المهم انا نقاد داك الكاميل راه قالت لي ملكه كاين لداخل انا ندخل ونشوف شوفوا نديروهم مع لي شيميز. انا المغيوم مع هاد لي شيميز عجبوني لي شيميز ما شاء الله. شوفوا هادو لي شيميز ديالهم لا انا عجبوني راهم لي شيميز هكذا ساتيني وزويونين سامبل. ها هما دي شيميز هكذا هادو هاد الزرق هكذا هذاك الكحل البيج الماغو. انا المغيوم مع لي جيب ويجيو زويونين ان شاء الله. وهاد البلاصه راه فيها نيت العبايات عيهما شويه فيهم العقيق فيهم بزاف ديال العقيق ما عجبوناش بزاف. فيهم الكسيوات بحال هكذا ديال لي فيد وديال المناسبات هيا. المهم تبارك الله بلاصه زهره ما شاء الله مع ترى مساحه عندهم هنايا تبارك الله لي غوب لي شيميز. شوفوا لي شوفوا لي هانتوما هي ملبوسه هيا. دابا هنايا راه مارتر دخلوا قلبوا على راسكم لي شيميز. انا عندي هذوك الالوان كلهم نقادهم نمغيهم مع لي جيب. ها هما جيبات لي ناخذ ان شاء الله. ها هما هم البيج لقد الله اكبر شدوني هانتوما النوار يا الله الحباب الله يفرحكم يا ربي دعوا معنا بالتيسير يا رب العالمين. بناتها هي نعيمه وملكه دات سريولات. ملكه خديتي اسم السراول سراول واعرين عندهم هادو راه الكاليتي عندهم خطيره ما شاء الله في لي بونطال. اه حوايجهم ما كيخشمونيش لا حوايجهم فنين واخا شويه الثمن راه زايدين مغيزه. شوفي راه البنات اللي كيتقدموا من عندهم يقولوا لك الكاليتي فني. اليوم وصوني شافوني لابسه الصايب وصوني على لي جيب غندير لهم هاد اللون وغندير لهم هاد. انا ما خديتش هادي اللي بلي بزاف خديت هادو من هادو ان شاء الله. الخضر ما خديتوش وبقى فيا ما عرفتش واش ناخذ ولا زويونين. زويونين بزاف الخضر باقي تندي سيدي ما عرفتش انا عزيز عليا اللون ولكن قالوا لي الخضر لا وهنا. المهم شوفوا ديال الملكه ملكه غزاله حتى الماركه هي راه مكتوبه راه تنوريكم كل شيء اللي قادر على شي حاجه يدير الله يسخر لهم هانتوما والله يعطينا على قد نيتنا. هذه هي اللي تنعاود نقولها ونقولها ونقولها تنوريكم بدافع شوفوا حويجاتنا تجيو عندنا تشريو من عندنا ديروا بحالنا تقداو تشريو الله يسهل لكم يا ربي. تناخذوا حتى حنايا من المغرب من كازا ناخذ من طنجة وتناخذ من هنايا تنخيطوا في المعمل وتنحطوا داكشي وتنترزقوا الله الله يدير لينا اللي فيه الخير. ها مفني لي بونطالون لي بونطالون زوينين وبصحتك الصحه والراحه بالك بعد فرحتي من جيتي لهاد غاليه تندوروا فيها تعينا قلنا لها ما تمشيش ليها ساعه ما بغاتش. السلام عليكم انا خديتها هنا هاد ها لي بونطالون بصحتك لارج هكا هادو راه توبهم فنين توب زوين اي والله يسخر لكم كاملين يا ربي. قنيطره الله يسخر لك الله يسخر لك رايس لعته في المجموعه الله يسخر ليها يا رب العالمين. وانتم ها هي مكازه تبارك الله كبيره تنخلي لكم السميات وكل شيء دخلوا جيوا هنايا وقلبوا وخذوا الناس اللي تيجيو الناس اللي باغيين من المغرب ترزقوا راه شي نهار ندير لكم شي دوره تما ان شاء الله والله يفرحكم. هذه هي مارتر كلها شركات ديال الحوايج كلها شركات سمعوا انتم هذه هي مارتر هي هذه وهذو هما المكازات اللي تنجيو لهم بحال هكا شركات معمل تيكون كبير هكذا هكذا الفوق ديالو الخدامه وداكشي وهنايا الماركه ديالهم. المهم هادو كلهم ماركات وداكشي زوين هذا هو البلايص اللي تنقول لكم عليهم في مارتر بداوه من الاول وقلبوا على راسكم الله يسخر لكم. وتيبيعوا بالجمله والجمله الكثيره والا خديتي فوق من مليون عاد تيعطيوك الفاتوره. المهم خاصكم ضروري وحده فيكم تاخذ 100000 ريال 5000 درهم 5000 درهم عاد يعطيوك الفاتوره عاد تنشحنوهم عاد تنخلصوا عليهم الشحن 135 درهم الكيلو وتنخلصوا عليهم هذا هذه 90 درهم. المهم راه حتى تقام شويه غاليه القضيه ولكن
حويجات نقيين وزويونين الله يسخر فيهم يا ربي والله يحفظكم. وشي نهار غنطلع لكم لطنجة ونوريكم المعامل اللي كاينين تما راه واعرين راه تيصيبو حتى هما كاليتي زوينه خاص نعدتو بيكون زوين هاد المساخيط فايتين دا بالتوب والله يفرحكم والله يسهلكم هذا هو عرفنا احنا تنقولوا اللي عارفين والله يدير لنا شي تاويلة الخير يا رب العالمين يا رب. حاجه اخرى راه ما تهزوش في شوانطكم واللي هزات في شوانط تمشي للجمارك وتصرح بالسلعه لان انتغدي راه الله يستر الى وقفوكم الجمارك ولقاو عندكم السلعه اللي البيع ولقاوك بانك تتبيع وتشري راه زعما ديك الضريبه ديالها وداك الشيء راه قاصح بزاف راه صعيبه داك سميتو ديالها. مهم من الاحسن الواحد يصرح بالحاجه اللي عنده. عندك بضاعه ديال البيع والشراء وبغيه يترزق منها الله سير قانوني وما تجيبش صداع راسك والله يسخر حيت داك القانون لا درتي القانون تتمشي بيه. انا راه تنمشي خفيفه تنهز عي حويجات ولدي في شويطات وتنمشي ان شاء الله والباقيه انا قدامكم غنوريكم الشحن اخر نهار غنوريكم كل شيء على الشحن. يتبعوا لي فيديو وبارطاجيو معنا تعاونوا معنا حنا تنفيدوكم حتى حنايا بداك الشيء اللي عارفين وتنبغيو بنات الخير حتى هما يترزقوها حلال ونغيروا من 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 حويجاتنا وداك الشيء حتى نتوما تعاونوا معنا بالبارطاج ووقفوا معنا بالبارطاج بارطاجيو لصحاباتكم لميماتكم وهذه والله يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الله يفرحكم يا رب.